يا استاذ سعيد، مساء الخير. أنا مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ وطمنا على صحتك، دايما بخير. الحمد لله بخير، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن عبد القيعي. اولا انت وحشني جدا، ربنا يخليك، وفرصه جميله ان اسمع صوتك المتزن والذي يشع بعشق الاهلي وياما اسرتنا بالفكر الرياضي. والفكر الرياضي طبعا، يعني وكنت شريك في كثير من الاعمال الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي، وطبعا هتحكي لنا بقى الكنز ده لقيته ازاي؟ لا هو الحقيقه طبعا انا بحييك وبشكرك كابتن عدلي، احنا علاقه بقى لها يمكن 47 48 سنه، تاريخ كبير يعني. هو الحقيقه ليا صديق بيقيم في الصين بقاله اكثر من يمكن 25 سنه، مهندس ورجل اعمال، واحد من اللي اكتشفوا البيزنس في الصين وقيم في الصين. فكان بيكلمني بالتليفون، قال لي ان هو كان في دار الكتب، هو معني هو ليه يعني بيعمل مؤلف جديد عن الصين بيزنس وكذا، فكان في دار الكتب وبيقلب في الدوريات القديمه. بيقول لي انا اكتشفت ان النادي الاهلي عمل مجله سنه يعني في بدايه الثلاثينات، فدي كانت فجاه كبيره جدا ليه هو يعني. قال لي ده 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 يعني حاجه غريبه جدا. فقلت له انت بالظبط؟ قال لي في بدايه الثلاثينات. فانا خدت منه الخيط، قلت له انا هتابع الحكايه دي، ده يعني يعتبر كنز بالحس الصحفي بقى. طبعا. فاخدت منه الخيط وكلفت زميلنا الاستاذ محمد مصطفى ان هو يختار الكتب ويبحث في الدوريات ويديني افاده. فالحقيقه الراجل راح وبحث واكتشف ان في ثلاث اعداد. ثلاث اعداد وبعد ربما اكتر كمان يا استاذ سعيد. محمد قال لي ممكن يكونوا 11 12 عدد كمان اللي موجودين. هو حضرتك استاذ وعارف معنى انه النادي يودع هذا الاصدار في دار الكتب، معناها ان ده كانت ليها رخصه وليها كل الاجراءات الرسميه، والاهلي حريص انه يوثق اموره يعني. طبعا هي مجله يعني بالمعنى الاحترافي للكلمه، ومجلة قيمة جدا، واكيد طالما مودعة في دار الكتب فليها قيمة وليها قيمة تاريخية يعني. والحقيقة انا مسكتها، انا ذهلت من المستوى. انا هرجع لك في المستوى، انا هرجع لك في المستوى والمحتوى يا استاذ سعيد، بس خليني اسال زميلنا محمد مصطفى على التليفون ايه اللي شافه في دار الكتب عند الخطوة ديت. الاستاذ محمد مصطفى خليك معنا يا استاذ سعيد. يا محمد معاك يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، المهندس عدلي والاستاذ سعيد وهبه. طيب قول لي بقى، الاستاذ سعيد كلفك بهذه المهمه التنقيبيه، ايه اللي انت شفته في هذا العدد؟ لا هو الاول مهم نقول باختصار شديد ازاي وصلنا للمجله. الاستاذ سعيد لما كلمني كان مهم دار الكتب تحدد السنه بالظبط، يعني يمكن كان في فرق سنه عن اللي انا خدته من الاستاذ سعيد او من اللي بلغه المجله صدر سنه 32. بالبحث طبعا في دار الكتب ما وصلتش لحاجه عندهم. رجعت المحاضر مجلس الاداره، طلع فعلا قرار بصدور هذا العدد. اللي هنشوف صفحاته، اللي هنشوف صفحاته لانه شوارب واقف عند الغلاف، هنشوف صفحاته. اتفضل. لا انا مش هخش في المجله، انا بتكلم على لما دخلت في دار الكتب قعدت ادور على الاصدار، لقيناه في الدوريات عباره عن 12 عدد. 12 عدد. 12 عدد. ال 12 عدد دول مسجلين في دار الكتب على انها النشره الدوريه للنادي الاهلي. كان هذا المسمى في هذا الوقت. وبالتالي استطعت ان انا احصل على بعض الاعداد منهم ونصورها ونجيبها وبعتها للاستاذ سعيد طبعا علشان خاطر كان نوصل المهمه اللي هو مني. موجوده بحاله جيده مش كده؟ هي بحاله جيده الحقيقه. بحاله جيده جدا ومحافظين عليها ومجلدينها. لكن الجديد هناك بقى انك هتلاقي مثلا في تفاصيل رحلة الأهلي لأوروبا في أول الثلاثينات. تفاصيل كاملة للرحلة بالخمس دول اللي هم سافروها بالغاية، يعني جزء من توثيق التاريخ أيضا.
طبعا. انت في دار الكتب الحاجه الوحيده الصعبه هناك انك لازم تحدد تاريخ كل حاجه وانت رايح. وهي دي الصعوبه الوحيده اللي انت بتراها، لان هناك في الاف الدوريات والمجلات القديمه والصحف القديمه اللي صدرت في هذه الفتره، وعلى فكره كان في غزاره كثيره جدا في الصحف في الفتره دي. طبعا طبعا المناخ كان مختلف، لكنه الاهتمام بالرياضه كان في بعض الاصدارات القليله جدا، يعني مش كل الاصدارات كان فيها رياضه. اداره مثلا الاهرام اللي صدرت في 1882 بدات رياضه في 1922. الصوره اللي قدامنا دي يا استاذ محمد على الشاشه، اذا كنت قدامك تلفزيون، تحت في نسر اسود كده، هي ده بتاع لا ده الجديد، ده الجديد مش كده؟ ده الجديد. طيب عموما بنشكرك يا محمد، ونرجع للاستاذ سعيد. يا استاذ سعيد فندم، اهداك بقى اخونا محمد مصطفى هذا الكنز الاثري المهم جدا، انت وجهه نظر حضرتك في تصفحه ايه بقى؟ انطباعاتك منه؟ طبعا صفحت صفحت العدد الاولاني. انا الحقيقه فوجئت وذهلت من المستوى. اولا الاسلوب يعني ممتاز، يعني اسلوب عهد جدا وراقي جدا ورصين جدا، وما فيش ولا غلطه نحويه ولا مطبعيه ولا لغويه في العدد كله. نادر جدا، لان المطابع طبعا في الثلاثينات العشرينات والثلاثينات كانت يعني الى حد ما لسه بدائيه شويه. كون المجله تصدر بهذا المستوى الفاخر وهذه الطباعه الجيده وهذا الاخراج الرائع قياسا بمطبوعات ذلك الزمان. فانت هنا بإزاء يعني حاجه على المستوى الفني او منتج صحفي على المستوى الفني على مستوى عالي جدا. ايوه. دي ملاحظه اولانيه. الملاحظه الثانيه ان يعني المجله متناوله كل شيء. يعني اولا بتتكلم عن الالعاب كلها اللي بتبناها النادي الاهلي. اثنين في يعني من خلال الماده الصحفيه يعني في ثقافه رياضيه، يعني في مثلا قانون كره السله. ده بيتكلموا على تعديلات القوانين في الكوره وفي الباسكت، وبيتكلموا على الطب الرياضي كمان حتى. يعني سنة 33 زاوية بيتكلموا فيها عن الطب الرياضي. عن الطب الرياضي، وده كان جديد جدا. ده كان فرع جديد في الطب في العالم كله. صحيح. عن قانون كرة السلة، قانون كرة القدم، عن يعني حاجات فنية. اثنين برضه فيهم يعني من الملاحظات ان مثلا بيتكلم عن موسم الاستقالات والانضمام. بيحكي الميركاتو يعني. ايوه. ده بيقول لك انتهى الموسم وخرج منه الاهلي بنظيم الاسد. وتقريبا في اشاده بالمهندس عدلي القيعي. خرج ال خرج الاهلي بنصيب الاسد من موسم الاستقالات. نسخه ثانيه منه. بالظبط. نسخه ثانيه منه، فبيقول لك خرج بغنيمه الاسد. كمل فريق من شباب، يعني شوف العباره دي بالنص، يعني كمل فريق شباب مثقف شعاره التضامن والاخلاص والتفاني في خدمه النادي. الاهلي فوق الجميع، يعني شعار قديم. بالظبط. يعني هي مساله او قيمه الايثار. هو لم يكن شعارا مكتوبا، ولكن كان قناعه وفلسفه بيعمل بيها الجميع، يعني مبدا مستقر. بالظبط، مبدا مستقر. وبس يعني من شباب مثقف، دي يعني كلمه. بص النوعيه اللي الاهلي بيبحث عنها، يقول لك انتهى موسم الانتقالات وظفر الاهلي بنصيب الاسد وضم عدد من الشباب المثقف النابه، يعني نوعيه اللعيبه اللي خدهم بهذا الشكل. طول عمرنا بندور على الشخصيه السليمه اللي تقدر باذن الله، والشخصية السليمة صاحبة القيم صحيح والمسؤولية. عموما أنا مش عايز أحرق العدد يا أستاذ سعيد، لأنه ألمك الرشيق لكل عمق الحقيقة أفاض بعرض مهم جدا لهذا العدد بكل تفاصيله. بنشكرك جدا على هذا المجهود البحث المهم جدا اللي أضاف حاجة حقيقية صححت ربما مسار تفاصيل كتيرة في تاريخ الصحافة الرياضية. أنا شاكر جدا جدا، وبشكرك يعني اهتميتوا بهذا الكشف، لأنه له قيمة كبيرة جدا
على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى الصحافه الرياضيه المصريه مفيش باحث ممكن يعمل بحث او يعمل دكتوراه او يعمل رساله في الصحافه الرياضيه من دون ان يمر على مجله الاهلي في ذلك الزمان. والمجله كمان كانت انعكاس للعصر الليبرالي كله. لو قريت فيها هتلاقي فيها يعني هتلاقي طبعا مش هحرق اللي مكتوب، لكن المجله هتلاقي فيها مرآه لعصر كامل الاحتفالات، مثلا كان الاحتفال السنوي عيد جلوس الملك. جلوس الملك، وهتلاقي فيه بيظهر انور رجب اول مره، اسماء كبيره جدا في يعني كانت تكون في ذلك الزمان. انا مش عايز احرق المضمون الاهلي، واحيل الجماهير للعدد يا استاذ سعيد. انا مش عايز احرق العدد. بشكرك جدا وبشكر الكابتن. انا سعيد اللي سمعت صوتك، وحشني. وهو كده كل شويه قيمه الاعلاميين الكبار والصحفيين الكبار زي حضرتك يفاجئونا بمثل هذه الكنوز يعني. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ سعيد وهبه.